حبايبي خلونا افرجيكو كيف سامعين نحتاج لكيان بيبر ومنحتاج لفلفل ابيض. المقادير راح اكتب لكم على الشاشه اوكي. ومنحتاج لملح، هاي الجزء الاول. نخلط البهارات ومنخليه يضلوا لنص ساعه. بعد هلا الخطوه الثانيه بدنا كاستين من بتر ميلك، هاي كاسه، كاستين، معلقه صغيره ملح، ومعلقه شطه، اي نوع شطه انا عم بستخدم هذا بكتب لكم نوعه، معلقه ومعلقه ونص، بعدين بيضه، صفار بيضه او بيضه، المهم مخفوق يكون. هلا نخفق الخلطه مع بعض. حبايبي بتتذكروا الدجاجة تبلناها، هلا الخلطة هاي بنضيفها عليها وبنخليهم ساعتين أو ليلة يباتوا، يعني مش أقل من ساعتين، إذا مستعجلين خليه يعني ساعتين بعدين نبلش نقلي، أو بالليل اعمليه والصبح اللي هو يعني لازم مش أقل من ساعتين نخلطه وبنحطه بالثلاجة ينقع. هلا بدنا نبلش نعمل الخلطة الثالثة، بدنا كاستين طحين، هاي كاسة وهي كاستين، بعدين بدنا فلفل احمر معلقه، وبدنا بيكنج باودر يعني شوي هيك، وبدنا فلفل ابيض معلقه صغيره يعني نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره والله راح كثير هناك. وبدنا كمان جارليك باودر اللي هو بودره التومه يعني معلقه صغيره هيك شوي، إذا ما بدكم لا تحطوا اختياري، وكمان بدنا شوية ملح يعني نص معلقة صغيرة أو معلقة صغيرة. بعدين إذا اختياري إذا بدكم أورجانو ليفز تو، يعني ما بدكم مش شرط يعني اختياري. لازم تضغطوا على صدوره عشان الطحين يتلزق. مظبوط. فكل الصدور بتجهزوهم زي هيك وبنبلش نقلي لحتى نعرف انه الزيت جاهزه للقلي، يعني كويس درجه حرارتها هيك بنساوي، اذا الطحين طفح وهيك صار معناته جاهز. بنبلش نقلي. شفتوا؟ واول دقيقه من القلي لا تحركوهوش، خلوه بدون تقليب. يعني لا تقلبوش لدقيقه وبتخلوه يقلي لست خمس دقائق. مرة دقيقة فبنصير نقلبهم يعني نحركهم، وبنحط الحرارة وسط، يعني البداية كان حامي بعدين بعد دقيقة شوفوا لسه ما خلص، ما أحلى شكله، شوفوا اللون مع إنه لسه ما خلص. هلا يا حبايبي سبع دقائق ست دقائق مروا جاهزين، شوفوا فوق مع انه ما خلص مش كافي محتفظ بالشيل تبعه، شايفين؟ ما شاء الله شوفوا شوفوا ما احلى لونهم. هلا بدنا نحضر ديبنج، بدنا مايونيز يعني معلقه هيك ربع كاسه مايونيز وشطه اللي بدكم اياها، انا بحب هاي الشطه اللي راح اكتب لكم المقادير، ومعلقتين صغار عصير ليمون.